قبل ما تحرق أعصابك بهالحياة تذكر عدة أمور مهمة. تذكر أنه ما فيك تصلح الكون ولا عقول الناس. تذكر أنه مهما كنت طيب رح تلاقي اللي ينتقدك، ومهما كنت محترم رح تلاقي اللي يقلل من احترامه معك. تذكر أنك مش ملزم تدخل كل حوار ولا تحكي بكل موضوع، ولا مضطر أساساً تبرر تصرفاتك لأي حد. تذكر أنك مالك وصي على تفكير الناس، ولا الناس أوصياء على تفكيرك. تذكر أنك بشر، مثل ما بتصيب تخطئ، ومثل ما بتنجرح ممكن تجرح، ومثل ما ممكن تزدق ممكن تكذب، مثل ما إلك مصلحة غيرك إله مصالح. تذكر أنك أهم شيء مش معصوم عن الغلط، فلا تحاسب الآخرين وكأنك جاي من كوكب غير كوكب الأرض.